موجز الأخبار من القدس دوت كوم، أهلا بكم. كشفت مصادر مطلعة أن وفدي المصالحة من حركتي فتح وحماس توصلا إلى اتفاق بتشكيل حكومة كفاءات خلال 5 أسابيع برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، تتمثل أبرز مهامها في إنهاء ملفات تتعلق بأجهزة الأمن وعمل الوزارات وموظفيها وإعادتهم للعمل، والتجهيز لانتخابات عامة في فترة تصل إلى نحو 6 أشهر. وكان وفد رئاسي وصل غزة مساء الثلاثاء للاجتماع مع قادة حركة حماس لبحث تنفيذ ملفات المصالحة الوطنية. وصل رئيس الوزراء الأردني عبدالله نصور اليوم إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله على متن طائرة عسكرية أردنية، ووقع نصور ورئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله على عدة اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين. قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 35 شخصاً قتلوا أمس الثلاثاء جراء قصف النظام بالبراميل المتفجرة عدة مناطق سورية، بينما فجر مقاتلو الجيش السوري الحر نفقاً بدارية في ريف دمشق كانت تستخدمه قوات النظام، فيما قال ناشطون إن الجيش الحر قتل العشرات من قوات النظام في ريف حما. قتل عميد في قطاع الأمن المركزي المصري جراء انفجار عبوة زرعت أسفل سيارته بالقرب من منزله في مدينة 6 أكتوبر. وأخيراً، قال المحققون في حادث اختفاء الطائرة الماليزية إن الطائرة ربما تكون غير موجودة أصلاً في جنوبي المحيط الهندي، ما يعني أن عمليات البحث المكثفة المستمرة منذ أسابيع لم تكن مجدية، وأن عملية البحث قد تنتقل لمنطقة أخرى جديدة مختلفة تماماً. نهاية الموجز، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب، عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.